مرحبا بحضراتكم معانا مرتين تانية. ازاي نعمل نظام غذائي صحيح مش بس على يعني قد الرشاقة والشكل الجميل، لكن علشان نحافظ على صحتنا. واثناء الفاصل الحقيقي طبعا ما وقفناش في كلام، وكل حد فينا قال تجربته للتاني، ومعظم التجارب هنلاقيها متشابهة. يمكن موضوع كوباية المية، دكتورة داليا طبعا كانت بتتكلم معايا يعني أهم حاجة نشرب مية كتير، فبقول لها ما فيش حد فينا إلا يعني يقول لك عصاير شاي قهوة خلاص دي يعني بتعوض دي، تقولي لا 6 لتر. ففكرتنا إنه لازم نشرب مية. يا دكتورة كنت بقول لك قبل الفاصل على إنه في ناس برضو يقول لك طب أنا ما أخد دواء، حاجة بس يعني تساعدني تسد نفسي شوية، يعني حاجة تساعد على زيادة معدلات الحرق، الكلام ده برضو لأي مدى صحيح؟ في طبعا يعني نسبة من الصح، لأن في حاجات بتعمل يعني بتحاول إنها تعمل كنترول على الأبيتايت بتاعتك، بس يعني بالتجارب وأنا شخصيا جربتها فترات من حياتي بتلاقي إن هي بتعمل بتبتدي تسد نفسك أول أسبوع أسبوعين، وبعد كده بتلاقي إن خلاص بقى بونبوني بتاخديه وبتتعودي عليه. الجسم برضو تعود عليه، وبعد شوية بتخلي عندك الكريفز أعلى، بتبقي جعانة أكتر، يعني لما بتبطليها بتتخني بسرعة قوي أسرع. فطبعا أحسن حاجة إن إحنا زي ما قلنا وإحنا في الفصل كده إن إحنا نعمل لايف ستايل، يبقى ده حياتنا ومش بنزهق منه وتعودنا عليه ومبسوطين بيه وعايشين بيه مبسوطين، مش يعني إنما إن أنا أحط على نفسي بيردن طول الوقت إن أنا لازم أعمل دايت لازم أخس لازم مش لا، ده مش حياة. وزي ما اتكلمنا إن الناحية النفسية في الدايت مهمة جدا جدا. تمام. طيب محمود، بعد لما خسيت قلت لي في خلال سنة الحمد لله نزلت النزول الجامد ده، اتعودت على كده ولا يعني بقى نظام حياتك خلاص عارف الاكل الصحي ايه وسعراتك، ولا من وقت للتاني لا يعني ممكن تكسر في ملل ناحيه نفسيه اللي هو لا برضو ممكن ارجع لخبط شويه؟ هو الموضوع يعني ان انا طبعا قررت بقى بطل دايت، قررت ان انا المفروض اعمل عمليه تثبيت، بقى دي قصه تانية كبيره يعني. فالتثبيت ده محتاج برضو واحد يبقى مركز واخد باله وبياكل ايه وبياكل قد ايه في اليوم برضو وكل حاجه. وانا كنت عامل نفسي بقى ان انا ايه كل فتره مثلا نفسي اكل بقى حاجه كده حلوه كده تكافئ نفسك بتخن كده حلوه كده بتخن هو كل اكل حلو بيتخن معروفه يعني، وكل اكل وحش بيخسر تقريبا يعني. فكده اعملها مثلا ايه يوم وجبه وبعدين بقى تاكل زي ايه بقى اللي بتبقى انت كده بتكافئ نفسك يعني حلت محشي مثلا حاجه كده زي مثلا حشوه شوكولاته كده لطيفه حاجه بقى كده مثلا وافل بقى مش عارف وافل بالنوتيلا بيتزا حاجات بقى اللي بتتخن جميله دي. فبقيت اعملها في يوم واجي احط 3 4 ايام بقى اظبط اكلي قوي عشان ما نزيدش، واجي بعديها بيوم اروح كسر بحاجه. وانا كنت ماشي بالطريقه ديت لما بقى ده الكلام ده لما انا يعني قررت اسبب في التثبيت، بقيت ان انا ايه ابوظ كده ايه وجبه حلوه وقعدت 3 ايام ظابط اكلي وبالطريقه دي اوازن يعني. طب نسمع الكلام ده صحيا او طبيا سليم ولا لا؟ هو طبعا عشان محمود عمل تارجت رهيب اللي هو 40 كيلو في 50 كيلو في 11 شهر، ده طبعا انجاز يعني عظيم بصراحه، ما فيش دكاتره في العالم تعرف تعمله عشان تبقى عارف يعني. بس هو الصح ان انت بدام عودتي جسمك، يعني احنا انا لما بيجي لي مثلا بيشنت بوظ واكل حاجات فيها زيت وكده لازم بعمل حاجه اسمها ديتوكس، ان انا بطلع الزيت ده بخرج السموم دي، لان احنا بنسمي الكلام ده سموم للاسف مع ان هي طبعا اللي بتدي طعم للاكل يعني. فبنعمل الديتوكس ده بحيث ان هو يبتدي جسمه والقولون بتاعه يبقى نظيف تماما، ان هو يبتدي بقى يستجيب للدايت وللاكل الدايت بتاعه. مره تانية كده السموم عباره عن ايه اللي بتدخل في الجسم؟ طبعا اولها الزيوت والدهون بأنواعها وبأشكالها، وطبعا برضو نسبة منها السكر، سكر حاجة قاتلة. وأخطر حاجة بقى اللي أنا عايزة بقولها للناس إن لما يختلط الزيت بالسكر بالدقيق، يعني أسوأ حاجة في الدنيا مثلا اللي هي لقمة القاضي دي، الحاجات اللي هي بتتعمل بالسكر وتتقلي في الزيت دي طبعا اللي هي هاي كالوريز ومضرة جدا. يعني اللي مثلا الدونتس دي حاجة سيئة قوي. بتتكلمي بس انها بتخن ولا بتأثر على صحة الجسم؟ بتأثر طبعا على صحة الجسم وبتدخن، ما هو التخن ده فاتس بيبوظ لك الارتريز بتاع يعني بيبوظ حاجات كتير في الجسم يعني.